أذكر أني كنت راكبا مرة في الطائرة قادما من بريطانيا ومعي أحد المشايخ من إحدى القنوات. ففي أثناء مجيئنا جالسين في الطائرة، وكان على أحد الكراسي رجل بريطاني وبجانبه امرأة مثله، يعني في تبرجها الشديد ومعها كتاب تقرأ فيه بالإنجليزي. قلت في نفسي يعني زوجته أو صديقته أو ابنته، فأقرأ في كتاب أنا وصاحبي ونتحدث أحيانا. غابت علينا الشمس ونحن في الطائرة، فسألت الذي بجانبي قلت أبو عبد الله نصلي هنا أم نصلي إذا وصلنا؟ قال لا لا باقي ساعتين ونصل، خلاص نصلي في الرياض. طيب فتحت الكتاب جلست أقرأ، تفاجأنا أن هذه المرأة قامت وفتحت الدرج الأعلى وأخرجت حقيبتها وأخرجت عباءة وخمار ولبست العباءة والخمار وصلت المغرب مع أنها شديدة التبرج. قلت في نفسي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف؟ قال أبو عبد الله شوف شوف تصلي، والله والله تصلي. قلت استح على وجهك، احنا مطاوعة وبنصلي إذا وصلنا وهذه تصلي في الطيارة، قم خلنا نصلي. فقمنا لأجل أن نصلي، وهي كانت قد انتهت، انتهت من صلاتها نزعت العباءة والغطوة ورجعتها في الشنطة ورجعت. فأقبلت عليها وأنا مار، قلت يا أختي بارك الله فيك، الله يجزاك خير على أنك، طبعا كنت غاض بصري وأنا أتكلم معها، كنت غاض بصري عشان ما يقول أحد والله الشيخ طول النصيحة أنها حلوة. لا لا لا، وهي تقول لي خلاص فهمت النصيحة، وأقول لا لازم أفهمك أكثر. فقلت لكن يا أختي أنا أشكرك على أنك صليتي وجزاك الله خير، وهذا يدل على أن عندك يعني خير وإيمان، لكن لو أنك يا أختي أيضا زدت على هذا الخير أنك أبقيت العباءة عليك لكان خيرا لك. قالت جزاك الله خير، ادعو لي ادعو لي، ثم مضيت. مهما كان الذي أمامك ربما يظهر عليه مظاهر المعصية، إلا أنك أعلم أن اعلم أن فيه من الخير ما تستطيع، قد يكون فيه 90% الشر لكن فيه 10% خير، زدها 10% حتى تصل إلى 50، ولا تقول أنت أصلا فاسق أنت فاجر وتبدأ تنقص 10%، زدها لعل الله تعالى يصلحه على يدك.